السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. وبعزة قعسى خاطب نفسه يا نفس لا توني بنصر الدين أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا يا بقتلي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقيم إلا يا بقتلي يا سيوف خذي هذا دمي فلتروى ظامئة الظبا أي من هو هذا للإله رجالي في رضاك ذبائحون ما قصرت يا أبو علي أي ما بين مذبوح وبين طعيم وإليك أشكو خالقي من عصبة جحدوا مقامي بعدما عرفوني هذا الفرات محللون لكلابهم وأنا الذي عن ورده منع ويلي ويلي والله وجره وجره ما هو لجل الثواب بجيت وجره لكن نار بصميم القلب وجره وجره مصاب حسين بد ما صار وجري وجري فرض كل عام ننصب لعزية العزية بالونة شباب فرض كل عام ننصب له ننصب له عزية بعد هاي الأبوذية الجميلة جدا ما نخليها كل سنة نقراها والله ما تيم ما تيم بقلبي والله ما تم ما تم لولاك الفرض يا حسين ما تيم وحق قلبك المنة ثلث
ماتم إلك بقلوبنا منصوب ماتم ماتم لذكرك يا غريب الغابري يا لذكرك يا غريب الغابري. الأبيات الأولى على لسان الحسين، أنا خليت الحسين يقرأ لكم اليوم. هذا دمي فلتروضى مئة الربا، من هو هذا للإله وتيني، هذا الفرات محل. هذا كلمات الحسين لسان حاله بعد الحين نخوة الحسين. الحسين يريد من عندكم تساعدوه، وانتم ما تقصرون من أول يوم، وإحنا نساعد الحسين وأهل البيت. يلا شي يقول الحسين، وإحنا سلمنا على الحسين وبدأنا المجلس بالسلام، وهو رد علينا السلام، لكن هو سبقنا بالسلام يوم عاشوراء. بني علي إذا جئتم إلى المدينة فأبلغ شبعتي. هو المتفضل الأول، هذا سلام أول. سلام ثاني أقسى وأشجار، متى؟ يوم صابها السهم بقلب وحجر أبو الحتوف بجبينه، وبقى على أرض كربلة وتغير نور الشمس وهبت ريح، والفرس رجع محمحم باكي، وطلعت زينب بس ما سمعت سكينة صهيل لحصة. طلعت لب قلب مسرور فرحة، ولن المهر عاري والله عاري، ويسحب بلع صيح شباب صاحت يا مهر حسين قل لي وين الحسين، صاحت صوت أريد أعلى لأن هذه ذكر زينب وزينب تحرك الشجون. صاحت صوت يا عم تعال، تعالش عندك سكينة، لف ميمون أبو يحسن خا طلعت صارخة تنادي بصوت عالي يا مهر حسين قل لي وين الحسن. راحت تشق طريقها وراها سكينة وراها باقي البنيات، ووصلت. أنا أريد أوصل إلى السلام، وإذا الحسين يفحص برجلي يمد يمينا ويقبض أخ. الله يا خطيبنا شنو من أول يوم يجيب لنا واقعة كربلاء. بوصلكم إلى السلام، متى جاكم السلام؟ وإذا الحسين يشوف زينب عليه، وإذا يسمع ون من ورا زينب، وحدة تقول زينب يا عم خلني قاعدة، وما بيني وبينك نسندة، بلشت يفك عينه ولنشدة يا جرح ما دي غوم ظهر. صاحت يا عم شلون قاعدة، والله والسهم واقع بكبده، أثار الخرز ظهره تعد، ولن الشمر سيفه مجردة، وقضوا يا حسين حد. أن ورا زينب شنو الأن؟ وإذا يسمع صوت ثاني من زينب ومن سكين يقول لها يا زينب ما أحب سكنة تجيني، اتعاين حالتي ويذوب غوانيني، والله يا زينب أنا ما أقدر أصد الغواني. شو تريد توصل يا خطيبنا؟ أريد أوصل السلام. سلام وصل عن الإمام. بنتي يا سكنة بلغي واجب تحي. أرك الله. إيه هذا المأتم، هذا المأتم على الحسين من أول يوم، ها؟ بلغي سلام الشيخ. أشوف يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد الصلاة 500 مصلي
وكل أسبوع نزور الحسين بعد الصلاة 10 دقائق زيارة ونعي من 500 ما يجلس ولا 20 زيارة 10 دقائق على الحسين ثقيلة. تطلع برا بعد الزيارة وإذا مئات الناس يشتروا رويد وبقل وواقفين يسولفوا، شنه توفيق شنه جفاء للحسين. هو يسلم عليك أنت ما تجلس 5 دقائق تزور الحسين؟ أشوف الجفاء. بلغي سلام لشيعتي وشكي ظلام، قولوا لشيعتنا نوحوا على الماء. بارك الله بكم يا شباب، بارك الله بكم. ها أنا هميت أشرب ماي الآن ووقفت، شلون أقرأ هذا البيت وأشرب ماي؟ في بارد الماء يذكرون في عطش جه وذكروا مقاسات البلاء في كربلاء واح، قولوا لشيعتنا نوحوا على ماض سكينين. أخاف على قلوبهم، بعض قلوب الشيعة ما تتحمل بعضها، مو كلهم، ولا تشوف بعض الناس من أول مجلس لآخر حتى راسه ما يطقطق، يتعب روحه يبكي يتباكى، لا يقول هذا ثقيل، هذا قلب عليه رين وذنوب. لا تخبريهم بالشمر يوم على الصلاة داس ابن عال ومكن البتار في. يلا عليكم الباقي، قولوا لشيعتنا اقرا البيت لو ما اقرا الختامي أعظم من اللي راح. آه لا تخبرين الأعوجية سوت بحالي، لا تخبرين الأعوجية سوت داست على صدري يا سكنة وشالت وصا، قولوا لشيعتنا نحو على الماضي وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. يقول لنا الحسين باقي البقية. قالت له اذا من معه؟ قال ما حد معه. اذا منو اللي يبكي عليه؟ شايفين يا اخوان النبي ذاكرنكم من عالم الذر، ذاكرنكم النبي يخلق الله له شيعة يجددون به الحزن عاما بعد عام. انا راح اقرا بيت وشفت البارحة واليوم كثير في حسينياتنا ونسوان رايحين جزاهم الله خير، يقول حتى الطفل من عدهم يحزن على مصيبته وانا يصير شفيع لهم، وكل من بكى لحسين اعرفه هناك من اسمه. شيعتنا يوم الحشر يا ابو يلزوم نجزيهم، شوية صوت، نجزيهم وابن حسين يحضرهم بلا راس ويناديهم بلا راس تشوفوها، والله يجزيهم يشوفونا بلا يا راس وشوفه يكون يشجيهم بلا راس يحشر. شو يسوي؟ يقول الإمام الصادق، يقول رأسه بين يديه وأوداجه تشخب دما عبيطا ينادي إلهي نج شيعتي من النار. دمعتك ما تروح،
دمعتك ما تروح، البكاء من أهل البيت. ولذلك لو أذكر لكم ما أذكر من الآن إلى الصباح عن أثر البكاء، أعظم شيء جان عن إمامنا صاحب الزمان، فعلى الأطائب من آل محمد. تحفظون إخواني؟ وعلي فليبكي الباكو، وعليهم فليندب النادبون، ولتذرف الدموع من العيون. بعد ويصرخ الإمام، يتدرج شوية شوية، ها يقول يبكي الباكون بكاء، ثم يقول يندب ندبة، لا ندبة يعني تنعي وانت تبكي، يقول الدموع يعني تبكي وتنعي ودموع، تصرخ ترفع صوتك يضج الضجون أعلى، بعد أعلى يريد يعج العوه. أين الحسن؟ أين اليوم جمعة اليوم دعاء الندبة هذا، أين أولاد ال... بعد أكثر من هذا، هذا مو إمام زماننا يلي تستحي تقول شنو أبكي، اسمعه. فلئن أخرتني الدهور وعقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلا أندبنك. بارك الله، اقرأ اقرأ. ولا أذرفن حسرة عليك، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأواض من تلك الفجيعة حيث الحسين. اليوم يوم الإمام، ها بكربلا خيل العدا طحنت. مو غلطان هذا الشاعر، هذا الشاعر مو غلطان، سيد حيدر دير. سيد حيدر الحلي اللي اتهنأ برؤية الإمام المنتظر، لكن السيد حيدر مع عظمته فقيه وعارف، قال خيل العداء مو كسرت طحنت، طحن للضلوع عشر خيول تجول على صدر الحسين، اختلطت أضلع الصدر بأضلع الظهر، الأرجل تكسرت، الأيادي تكسرت، الدماء واللحم اختلط، عشرة خيول عليها فرسان. يقول أنا أكون أشعر الشعراء في رثاء الحسين لو ما خبر واحد. شنو الخبر؟ قال الخبر يوم إجا الشريف الرضي دخل إلى كربلاء ونزع عمامته وشقها نصين، ربط النص الأول على بطنه والنص الثاني صار يلوح حبه على كتفه وهو داخل كربلاء. لازلت كربلاء وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرع يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يقول هذه أعظم، خيل العدا طغنت ضلوعا، قتلت آل أمية ضامر إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضبور، فاطلب رضيعة. اليوم يوم الرضيع، وختامنا على الرضيع بأول مأتم، يوم الرضيع العالمي، اللي عنده حاجة يرفع إيده، مريض ومرأة محرومة واللي واللي، هالرضيع هذا اللي شأن عظيم وما أدراك، اللي الحسين أبكاه هذا الرضيع. يلا قرؤون وياه. فدعا في القام يا لله للخطب الفضي، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضي. احفظوا تحفظوا إخواني. لاحظوه فعليه شبغ الهادي،
لا يكن شافعكم خصما لكم في النار. يلا النخوة النخوة. وحسين 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 عجلوا نحوي بماء أسقي في هذا الغلام. فحشاه من أوامين باضطراب وكلام. فاكتفى القوم عن القول بتكليم. وإذا بالطفل قد خر صريعا لليد. وحسين فالتقى مما هما من منحر الطفل دما. ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء. فجع القوم بهذا الطفل قلب الوالد. وحسين ويلي ويلي قطع قماط الطفل بيد. والله بيده لما انصابت بنحر الحديد. والله ناحوا لو على زند حسين جيده والدم تشاخب من وريد. تلاقى حسين دم الطفل بيده. شحال ليك تلب سالي وترس جفة من ورد ودب للسماء ولا القاع ما خط. رجاء والطفل تحت ردار. وإذا سكين على الباب أبا سقيت أخي ما. وإذا الحسين كشف عن الطفل مذبوح من الوريد. إذ قل لأبوي الطفل الماي أخا. أخذت ومن العدى مذبوح جبت. والله شنو الذنب يا أخويا العمل. والماي حاضر ما شربت لسانك على صدرك ذلت. وكل رضيع يغتدي ثدي أمه فيرضع من ألبانها ثم يفطم. غير أن عبد الله كان فطامه دماه وغذته عن الذر أسهم يا الله.